يبقى احنا قلنا رول اوف ثامب اللي هو 5% من العينه و30. بس انتوا لاحظوا ان كده يبقى دايما العينه بتاعت لما تبقى 30 يبقى لازم البوبوليشن بتاعي يبقى 600، لكن انا المستشفى عندي بتبقى متغيره، مره في شهر بتبقى 400، مره في شهر بتبقى 500. في مستشفيات تبقى الريت بتاعها قليل مثلا 100. انا لو التارجت بتاعي 600 ممكن الم العينه دي المها في 5 6 شهور، وده مضيع الوقت يعني. فتقريبا الناس دي اللي هم الجوينت كوميشن اللي هو الجي سي اي والان سي كيو اي. الجوينت كوميشن طبعا ده معروف، اللي هو دي مؤسسه طبعا بتشتغل في الجوده في كل حاجه، بتشتغل في انها بتدي اكريديتيشن للجوده وبتنزل حاجات كتيره جدا، مسؤوله عن الجوده بصفه عامه كامله، كل ما يخص الجوده اللي احنا بنشتغل فيه الجي سي اي لها قوانين فيه، واللي عايز ياخد اكريديتيشن لازم يكون ملتزم بالقوانين اللي عندها. الان سي كيو اي ده دي مؤسسه ثانيه اسمها ناشونال كوميتي فور كواليتي اشورنس. برضو الاثنين دول نزلوا في المستشفيات ايه السامبل سايز اللي انا عايزه، ايه السامبل سايز اللي انا هحتاجها، متطلبات وبالتفصيل. يبقى انا ما عدتش محتاج ادور على 30 و40، ولو ان رقم 30 ده انا هتكلم عليه لما ناخد المين والستاندرد ديفيشن، وبعدين ناخد البيل كيرف شيب، هنتكلم عن التي، هنتكلم عن والتي سكور والزي سكور، هنتكلم السامبلنج سايز. هفكركم ليه رقم 30 الناس كانت مأمنه عليه ان هم يشتغلوا عليه يعني. لكن انا هوريكم عينه من الجي سي اي، ده الموقع بتاعهم، وعندهم المانيوال، المانيوال بتاعهم موجود، شغل السامبلنج اهو اللي هو سامبل سايز ريكويرمنت، عندهم ريكويرمنت معين وبياخدوا سامبلنج بطريقتين، يا اما كوارترلي يا اما مانثلي. كوارترلي حسب حجم العينه، حجم العينه قليله شويه فبيحتاج عدد اكبر فبيستنى 3 شهور ويجمع العينه، او لو الريت عنده عالي فبياخد مانثلي. الموقع ده هو الموقع اللي تقدر تدخل عليه عشان تدخل على السايت ده وتشوف الحاجات دي موجوده. انا خدت مثال واحد بس، ولكن في امثله كتيره جدا. خدت مثال كوارترلي سامبل سايز based on initial population for the ABC measure set. ال ABC وال XYZ دول تقسيمات لأمراض معينة، فلما تحب تشتغل على دول تشتغل بالسيستم بالسامبل سايزنج اللي موجود قدامنا ده. ايه السامبل سايز اللي موجود عندنا؟ دلوقتي البوبوليشن بتاعي اللي هو ال N الكبيرة، والسامبل بتبقى N صغيرة زي ما اتفقنا. ال N الكبيرة أو البوبوليشن، لو عدد البوبوليشن اكبر من 1551 داخل معايا في الجروب، العينه بتاعتي بتبقى 311. خلاص انا مش محتاج افكر بقى، الحمد لله. لو العينه بتاعتي من 391 ل 1550 يبقى انا باخد 20% من العينه من البوبوليشن. اضرب بقى، اضرب حسب الرقم واضرب في 20 على 100 يطلع لي رقم العينه او عدد العينه. من 78 ل 390 دول عايزين 78 عينه بالتحديد. من 6 ل 77 نو سامبلنج، 100% اوف انيشال بيشنت بوبوليشن از ريكوايرد. انا مش مع 6 ل 77 اخدهم كلهم، دول مش اخد البوبوليشن كلها، ما ينفعش اخد فيها سامبلنج يعني. من 1 لل 5 يا جماعه ما تبعتولناش اي تقارير من 1 ل 5، احنا مش عايزين يعني. من 0 ل 5 طبعا هم بيستلموا تقارير للنتائج اللي حصلت عليها الدراسات دي، فعشان كده بيقول submission of patient level data is not required، احنا مش عايزين منكم حاجه. لكن if submission occur 100% initial patient population required، لو انت هتبعت لي وترخم عليا يبقى هتبعتهم كلهم البوبوليشن بتاعك 100%. دول امثله، وانا هحط اللينك ده، هحاول احطه على اليوتيوب علشان تدخلوا تتفرجوا على بقيه اللينكس. عندك شهر، وعندك في عندك كوارترلي، وفي مونثلي، ومتقسمه تقسيمات خطيره جدا يعني. انا الحقيقه لسه ما دخلتش في الاي بي سي ميجر والاكس واي زد، لكن ده له علاقه تقريبا بالكودنج او الارقام التامينيه اللي هم مصنفين الامراض، عاملين لهم كودنج، والكودنج ده خلاص انا عرفت المرض ده فانا باخد منه السامبلنج بطريقه معينه يعني. واتمنى نكون نفعناكم في الجزئيه بتاعت السامبلنج والبوبوليشن.